السلام عليكم. خرج وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري عن صمته بالأمس وقال إن الإمارات تمنع الرئيس هادي من العودة إلى عدن. لم يكن الميسري أول وزير في الحكومة يصرح بهذا الأمر، فقد سبقه نائب رئيس الوزراء المستقيل عبد العزيز جباري والوزير الجبواني والصيادي وعدد من المسؤولين في الشرعية. إذن تشهد علاقة الشرعية بالتحالف بشكل إجمالي توترا غير مسبوق، إذ يمنع الرئيس هادي من العودة إلى عاصمة بلاده منذ أن غادرها آخر مرة في فبراير 2017. مسؤول في الحكومة قال إن التحالف يرفض أيضا عودة رئيس الوزراء بن دغر إلى عدن، مشترطا عليه إقالة وزير الداخلية الذي بات من الواضح أنه يشكل حجر عثرة أمام مخطط التحالف في عدن. التحالف يتعامل مع الحكومة الشرعية كإدارة تنفيذية عليها فقط تنفيذ ما يقرره ضباط الاستخبارات، لا حكومة حرة تقرر ما تراه هي مناسبا للشعب والبلد. بل وصل الأمر حد استحواذ التحالف على الموارد الاستراتيجية للبلد من نفط وغاز وموانئ حيوية ونهب مواردها. لكن أمام هذه الجرائم يستمر الرئيس هادي بالصمت، ويستمر التحالف في استغلال شرعنة هادي لكل ممارساته في اليمن. فهل سيقول الرئيس هادي كفى لكل هذا العبث؟ أم سيذهب لشرعنة ممارسات توصف بأنها انتقاص من السيادة الوطنية؟ ما هي خيارات الرئيس هادي وسط كل هذه المعطيات؟ هل تكلفة الاستغناء عن التحالف أقل مما يحدث اليوم من ممارسات علنية؟ وأخيراً، هل سيقف الرئيس سنداً لوزرائه ومسؤوليه الذين رفعوا أصواتهم أمام تجاوزات التحالف؟ أم سيتخلى عنهم؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة في مسائنا اليمني. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. قبل أسابيع كان اليمنيون يرفعون أصواتهم متى سيعود الرئيس هادي، أما اليوم طالت القائمة، فمتى سيعود الرئيس ومتى سيعود بن دغر ومتى ستعود الشرعية بأكملها؟ والخطير في الأمر أن يصبح السؤال هل سيعود هؤلاء؟ بالأمس أنضم وزير الداخلية أحمد الميسري لقائمة الوزراء الذين رفعوا أصواتهم، وقال صراحة إن الإمارات تمنع الرئيس وحكومته من العودة لبلاده. أصبح احتجاز التحالف للرئيس هادي ومعاونيه في الرياض من مسلمات الواقع اليمني، والمعلومات الحاضرة على طاولة مجلس الأمن وفي صفحات الوكالات العالمية والعربية. لكن ما يطلبه اليمنيون هو خروج هادي إليهم ووضعهم في صورة ما يحدث، إذ لا يعقل أن يقوم التحالف بكل الممارسات الاحتلالية في المناطق المسماة محررة، بينما الرئيس في المقابل ملتزم هذا الصمت الغريب. احتفاظ التحالف بالرئيس هادي كواجهة للشرعية وتبرير أهدافه وجرائمه لا يبدو أنه سيستمر إلى الأبد. انفراط العقد بدأ عده التنازلي، والعلاقة أصبحت توصف بأنها عملية إحلال، إما هادي ومشروعه أو التحالف ومطامعه في اليمن. علاقة التضاد بين الشرعية والتحالف ليس سببها خلافات شخصية أو عدم اتفاق حول إقالة مسؤول أو تعيين آخر كما يقول البعض، إنما هو اختلاف كلي في جذور المشاريع. فاليمنيون يريدون استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واليمن الاتحادي الجديد، بينما التحالف يريد للبلد أن تبقى بهذا الوضع غير المستقر، ويرفض استعادة الدولة على الأقل في المناطق المحررة، فضلا عن المشاورات السرية بينه وبين الحوثيين واحتمالية التوصل إلى اتفاق معين خارج إطار الشرعية اليمنية. يدور في أروقة الدول الفاعلة في اليمن حديث حول إمكانية خلق شرعية موازية جديدة محل شرعية هادي المنتخبة، وهو ما يتضح أنها جهود تقودها الإمارات عن طريق إبراز شخصيات ليس لها علاقة بالحكومة. فهل يتغدى هادي بالتحالف العربي قبل أن يتعشى التحالف به كما يقال؟ مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر سكايب من اسكتلندا دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث. أهلا بك دكتور. مرحبا، حياكم الله دكتور. إذن هل يصمت الرئيس هادي ويتحدث عبر وزرائه بهذه التصريحات التي تأتي في خلال خلال الأشهر القليلة الماضية، أربع تصريحات على الأقل من قبل وزراء، أم أن هؤلاء الوزراء فاض بهم الكيل وباتوا يتحدثون وربما يتصادمون مع رؤية الرئيس هادي تجاه التحالف من وجهة نظرك؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف الشديد نحن نتحدث عن أزمة العلاقة بين التحالف والرئيس هادي منذ تقريبا سنتين، حيث تأكد من أكثر من محطة أو من أكثر من أي مناسبة أو من أكثر من مناسبة أن هناك تأزم في العلاقة منذ عدم استقبال الرئيس هادي في الإمارات وعدم السماح بطائرته في الهبوط في عدن. وقبل ذلك بعض الوزراء بداية بمحافظ عدن المفلحي كان قد أكد أن هناك ثمة حاجة لعلاقة متوازنة بالتحالف، ثم توالت الرسائل تأتي من الوزراء. الرئيس هادي للأسف الشديد لم يتحدث صراحة للشعب حتى الآن عن طبيعة العلاقة التي تربطه بالتحالف. هل التحالف حاد عن نصرة هادي وشرعيته أم لا؟ نريد رسالة صريحة من الرئيس هادي، لكن الرسائل التي بعث بها الرئيس عبر وزرائه تؤكد ما لا يدع مجالا للشك بأن العلاقة علاقة متأزمة حقيقة الأمر، وأن الرئيس هادي ممتعض جدا من مما جرى من تجاوزات للتحالف في اليمن بشكل عام، وإدارة الملف وإدارة التحالف في الملف اليمني بشكل لم يتوقعه الرئيس هادي، ولم يوافق على كثير من مجريات الامور التي تحدث في اليمن، بدليل ان الرئيس هادي لم يقل الوزراء الذين تحدثوا، بل على سبيل المثال جباري والصيادي وما الى ذلك الوزراء عندما تحدثوا لم يقلهم مباشره، ولم يخرج بيان من مجلس الرئاسه او من مكتب الرئيس يؤكد أن كلام هؤلاء الوزراء منافي للحقيقة، بما يؤكد أن الرئيس هادي لديه نفس رؤى أو نفس أفكار هؤلاء الوزراء في علاقة التحالف الشرعية. طيب، الآن هناك الكثير من يعني التصريحات، الأصوات التي تتعالى منذ 6 أشهر، ربما منذ أكثر إذا ما وضعنا بالاعتبار تصريحات محافظ عدن المفلحي. لكن الآن ما هي مخاطر استمرار تقويض السلطات الشرعية بهذا الشكل الذي يستدعي تصريحات وزراء، وإن لم يعني لم يصل الوضع إلى أن يصرح الرئيس هادي بشكل واضح عن ما يجري في البلاد؟ الرئيس هادي لا يريد قطع كما يقال شعرة معاوية مع التحالف، لأن الأمر سيكون خطيرا لدرجة كبيرة، فهو لا يتمتع الآن بقوة على الأرض هناك في الجنوب، ولا يتمتع بقوة تمكنه من إنجاز أو من أن يأتي ببديل جاهز. لذلك يبدو لي أن الرئيس أمام خيار صعب، وهو أن يعطي التحالف ايضا مزيد من الفرص، لكن هذه الفرص يبدو لي انها قد نفدت، بمعنى اننا وصلنا لمفترق طرق الان بين علاقه الرئيس هادي والتحالف، لان هناك يبدو على الامر لا اعتقد انه بيد التحالف فقط. دعني اذكرك واذكر الساده المشاهدين ان هناك 4 دول هي الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا والسعوديه والامارات بما يسمى ملف اللجنه الرباعيه التي تدير الملف اليمني بمفوضه مجلس الامن. هذه الدول يبدو حتى الآن أنا لست مقتنعا بأن التحالف السعودي الإماراتي يمضي بخطة لوحده في هذا المجال، ولذلك لم نرى أي مثلا انتقاد من دول العظمى لما يجري في اليمن. يبدو لي أن هناك ثمة إجماع من هذه الدول على تجاوز الرئيس هادي في والشرعية، وأن يمضوا قدما في تسوية سياسية تخالف تماما وجهة النظر الرئاسة اليمنية والشرعية. وهنا تكمن الخطورة، إلا إذا كان هذا التحليل غير صائب، بمعنى أن السعودية والإمارات أقدمت على توتير العلاقة بالرئيس هادي منفردة، وأنا أشك في ذلك لأن هذا ملف حساس الآن. لا أعتقد أن الإمارات ستجرؤ على أن تذهب بالملف اليمني لهذا الحد وأن تنفرد بالجنوب وتجعل من الرئيس اليمني شخصية غير مرغوبة للعودة لوطنها، وهي سابقة تاريخية بأن يكون رئيس جمهورية غير مرغوب به للعودة لبلده. نحن نتحدث عن إدارة سيئة للملف اليمني من قبل التحالف، إدارة انتهازية، وإدارة تتمتع بالسطحية الشديدة التي جعلت 30 مليون ضحية لهذه العلاقة السطحية،
والشخصنة للأمور، ويظنون أن العلاقة التي تربط التحالف باليمن هي فقط عبر الرئيس هادي، فإذا لم يرق لهم شخص الرئيس هادي فمستعدون أن يذهبون إلى إجراءات لا تلقي بالا لهموم ولا لمشاكل ولا لآلام 30 مليون يمني. طيب، يعني في هذا السياق، ما الذي لدى الرئيس عبد الرب منصور هادي من أوراق إن صح التعبير، أو ما الذي بقي لديه؟ يعني إذا ما تحدثنا على أن الأوضاع في المحافظات المحررة هي بالشكل الذي نشاهده الآن، غير قادر على العودة إلى، أو ممنوع كما صرح كثير من المسؤولين، من العودة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، ما الذي بقي له إذن؟ لم يبقى له الكثير إلا أن يتحدث مباشرة إلى جهتين، الجهة الأولى والأهم هي الشعب اليمني. الشعب اليمني يجب أن يتحدث الرئيس له، لأن الرئيس هادي رئيس منتخب دستوريا من الشعب اليمني لإدارة الفترة الانتقالية، وهو يمثل الشعب اليمني 30 مليون إنسان الآن يتطلعون لمعرفة شفافية، معرفة حقيقة العلاقة بين الرئيس هادي والتحالف. الرئيس هادي عليه، يعني كما قلت وأسلفت، أنه يتحدث أولا بصراحة للشعب اليمني، ويبدو أنه ممنوع من الحديث للشعب اليمني، لأن على ما أعتقد أنه قبل أسابيع كان على وشك التحدث للشعب، وبدأ التلفزيون الرسمي يقول أن هناك خطاب ما للرئيس يتحدث للشعب، ثم رأينا أن ثم لم يحدث ذلك الخطاب، بمعنى أن هناك أن الرئيس هذا لا يتمتع بالحرية في مكانه الآن في السعودية للحديث المباشر للشعب اليمني. ثم الجهة الثانية هي المجلس العام. نذكر السادة المشاهدين أن اليمن الآن ما زال هو تحت البند السابع، بمعنى أن يجب أن يتحدث الرئيس مباشرة أيضا للأمم المتحدة، ويتحدث المجلس الأمن بأن العلاقة عن طبيعة العلاقة بينه وبين التحالف، لأن هذا الشيء هام، وأعتقد أننا أيضا يحتاج الحديث المباشر مع أطراف. أنا أقترح أن يتحدث للكويت الشقيقة وأيضا السودان الشقيق، بحيث نطلب وساطة من الرئيس السوداني وأمير الكويت لتصحيح العلاقة بين الرئيس هادي والتحالف. هناك ثمة حاجة لإحداث هذا التصحيح، لأن التحالف يظن أن استبعاد الرئيس هادي هو حل المشكلة اليمنية، وهذا هراء. لو كان استبعاد الرئيس هذه المشكلة اليمنية لقلنا نستبعد الرئيس، لا 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 يجب أن يقف مصير الشعب اليمني على الرئيس هادي أو على غيره من الشخصيات، ولكن للأسف الشديد لأنها الدول غير مؤسساتية، الإمارات والسعودية ودول الحرب بشكل عام لا تتحدث عبر دراسات واقعية ومنهجية للواقع اليمني، بحيث أن تحدد أماكن الداء في المشكلة وأسباب التوتر وأسباب الإخفاق في الملف اليمني، ويبدو أنها الآن فقط تبحث عن كبش فداء لإخفاقها في إدارة الملف العسكري والإغاثي في اليمن، لتبحث عن الرئيس هادي وتحمل الشرعية كل مسؤولية الإخفاقات. لذلك الرئيس هادي عليه ألا يصمت كثيرا ويتحدث كما قلت لهذه الجهات طيب، الثلاث، في هذا بحيث السياق يحرك دكتور أحمد، في هذا السياق دعنا نشك معنا في نعم هذا الحوار من الرياض مستشار وزارة الإعلام أستاذ مختار الرحبي الذي ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى ضيفك الكرام والمشاهدين الكرام جميعا. حياكم الله، أهلا وسهلا بك أستاذ مختار. إذا التصريحات تتوالى حول القيود المفروضة على الرئيس هادي وكذلك الحكومة، ما التالي أمام اليمنيين؟ ما هي الخطوة التالية؟ ما الذي ستقوله الحكومة في المرة القادمة من خلال المعطيات التي لديك؟ التالي هو أعتقد أنه سيتم إصلاح هذا الوضع الذي هو أصبح وضعا مختلا، سيتم معالجة هذا الوضع، وهذا طبعا دعوة دعا إليها النائب رئيس الوزراء الذي قدم استقالته عبد العزيز جباري، وكذلك صلاح صيادي، وكذلك وزير النقل الذي ما يزال عضوا فعلا في الحكومه اليمنيه. الجميع دعوا الى تصحيح العلاقه، وتصحيح العلاقه لا يعني انهاء الشراكه وانهاء التحالف العربي. التحالف العربي جاء لهدف سامي وهو تحرير اليمن من الميليشيات الحوثيه واعاده الشرعيه، بالتالي وفق اي امام الشرعيه. اوراق ضغط استاذ مختار، ما الذي لدى الحكومه لتضغط عليه امام من يفترض أنهم شركاء في التحالف ليصححوا هذه العلاقة ما دام أنهم يعني ماضون في أهدافهم أو في استراتيجيتهم؟
سيدي العزيز، بالنسبة للحكومة، الحكومة هي أو لنقول الشرعية بشكل عام وبشكل أعم هي التي استدعت التحالف، بالتالي الورقة هي بيد الشرعية. لا يفهم أن الحكومة حينما تصمت أو أن الحكومة لم تتحدث بشكل واضح ومباشر ومعلن أمام وسائل الإعلام أنها لا تمتلك شيء. لا، الحكومة تمتلك أدوات وتمتلك قرارات، وفخامة رئيس الجمهورية يستطيع كما أنه دعا التحالف إلى إنقاذ اليمن بإمكانه أن يتخذ أي قرارات أخرى تصب في مصلحة المصلحة الوطنية. بالتالي لا نقول أن نحن لا نطالب بإنهاء الشراكة وإنهاء العلاقة في مع المملكة العربية السعودية والإمارات. المملكة العربية السعودية تجمعنا معهم علاقات تاريخية وأيضا جيوسياسية وجغرافية. لا نستطيع أن ننقل اليمن إلى مكان آخر، ولا تستطيع أيضا السعودية أن تنتقل إلى مكان آخر دون اليمن. بالتالي نقول هناك بعض الاختلالات في المناطق الجنوبية، هناك دعم لملشنة هو دعم كيانات موازية للدولة، هذه صنعت مشكلة أمام الحكومة من أن تمارس عملها في المناطق المحررة. هذا يجعل من المجتمع الدولي أيضا يشكك في مصداقية أنه تم تحرير اليمن أو تحرير 80% من اليمن وأن الحكومة لا تستطيع العودة. نعود إلى أصل المشكلة، لماذا لا يعود رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية وكما تحدث لقناة بلقيس يستطيع العودة إلى 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 عدن، لكن إذا عاد إلى عدن ما الذي يتحكم بالوضع الأمني في عدن؟ يتحكم بها ميليشيات تتبع الإمارات، هذه الميليشيات لديها مشروع. أيضا الإمارات تضغط على الحكومة من أجل الحصول على امتيازات في المناطق الاستراتيجية، منها باب المندب وميناء عدن وسقطرة وجزيرة ميون وباب المندب وبعض المناطق الاستراتيجية. رفض الرئيس جعل من الإمارات للأسف الشديد تذهب لصنع شرعية جديدة مزعومة في اليمن، وهي طبعا لا تمتلك الشرعية. المجلس الانتقالي هو لا يمتلك شرعية، كما أن الحوثيين لا يمتلكون أي شرعية، وأيضا المجلس الانتقالي هو مكون من ضمن مكونات متعددة في الجنوب. بالتالي نقول أنه الآن بالإمكان إصلاح هذه العلاقة، بالإمكان أن يتم حل هذه المشكلة، وإذا ما وصلنا إلى طريق مسدود فخيرة أمام رئيس الجمهورية. لا نجعل من رئيس الجمهورية أنه رجل عاجز ولا يستطيع التحرك، هناك مساحة أمام طيب في هذا السياق أستاذ مختار، يعني في هذا السياق وأنت تفضل بالقول أن الرئيس هادي غير ممنوع من العودة إلى عدن، لكن هناك مخاوف أمنية وما شابه، لماذا لا يعود إلى مأرب إذن؟ أيضا مأرب هناك مخاوف أمنية من 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 وجود أو إطلاق الصواريخ باليستية، والميليشيات ما تزال حتى هذه اللحظة تطلقها إلى الرياض، فما بالك بمأرب. أنا أتذكر في العام 2000 أو في بداية العام 2016 حينما ذهب أول وفد حكومي إلى مدينة مأرب، أنا كنت أيضا في هذا الوفد، ففور وصولنا إلى مدينة مأرب كان هناك إطلاق بشكل جنوني من قبل الميليشيات للصواريخ باليستية، استهدفوا الجوف حينما زرنا الجوف، استهدفوا مأرب، استهدفوا مستشفى الثورة حينما قمنا بزيارتها. بالتالي نقول الوضع الأمني الذي هو يعتبر نوعا ما وضعا مثاليا هي العاصمة، لكن على الأقل ليس هناك فخامة رئيس الجمهورية، على الأقل ليس هناك تهديد على الأرض من قبل ميليشيات خارج إطار الدولة كما هو الوضع في محافظات أخرى كما يقول أو تقول تقارير الخبراء في مجلس الأمن. نعم هذا صحيح، لكن لماذا لا نعالج الوضع في مدينة عدن وهي العاصمة المؤقتة؟ مدينة مأرب تعتبر مدينة مثالية بالنسبة لمؤسسات الدولة وتواجد الأمن والاستقرار وغيرها، ولكن أيضا لماذا لا نعالج الوضع في مدينة عدن؟ لماذا تذهب الحكومة والشرعية إلى مدينة أخرى ونحن لدينا هو في نهاية المطاف سيقول اليمنيون لماذا لا نذهب إلى صنعاء أستاذ مختار؟ هذا أكيد الأمر واضح أن هناك تحديات، نعم. لكن لماذا لا يكون البدء بنقطة التي هي متاحة بشكل أكبر على الأقل بداخل البلاد حتى لا يكون هناك حديث عن ضغوط تمارس على الرئيس هادي، حتى لا يكون هناك حديث على مسألة فرض أجندة والتدخل بشكل أكبر بالقرار اليمني؟ من لا يريد الرئيس أن يعود إلى عدن بكل تأكيد سيضع عراقيل من أجل لا يعود إلى مأرب أو غيرها من المناطق. أنا أتساءل هل بالإمكان يعني أن يتصور أحد سواء من المتابعين للقضية اليمنية أو من اليمنيين يتصور أن المسؤولين أو أن فخامة الرئيس والحكومة ورئيس الحكومة لا يريدون العودة؟ هذا بكل تأكيد لا، الرئيس يريد العودة، رئيس الحكومة يريد العودة، وكذلك الوزراء والمسؤولين يريدون العودة، ولكن أيضا يريدون العودة في بيئة صالحة. تصور أن المسؤولين حينما كانوا حتى يتواجدون في مدينة عدن لا يستطيعون الخروج من قصر المعاشيق، لا يستطيعون التحرك بشكل
بشكل كامل في مدينة عدن بسبب أن من يمسك بالوضع الأمني يضع عراقيل أمام خروجهم ودخولهم ويضع أيضا اشتراطات في مسألة الدخول والخروج والإجراءات الأمنية. بالتالي هناك إشكالية يجب أن تعالج، وهي أن توحيد الغرفة العملية الأمنية كما دعا إلى ذلك وزير الداخلية يجب أن يتم ذلك، ويجب أيضا على التحالف وعلى الإمارات ومن هم متواجدين في مدينة عدن أن يعلموا أنهم ليسوا بديل للشرعية، ليسوا بديل للداخلية، ليسوا بديل لأجهزة الأمن، إنما هم أدوات مساعدة للشرعية. طيب ما الذي يريده التحالف أو يعني دول في التحالف من التصرف بهذا الشكل بحسب وجهة نظر الحكومة؟ بالنسبة للحكومة كما قلت لك بشكل واضح وصريح لم تعلن أي موقف رسمي حتى هذه اللحظة، لأنها حريصة على أن لا يتصدع التحالف العربي، وهي أيضا لا تريد أن تأتي الإشكالية بين التحالف العربي من قبل الشرعية. وهذا طبعا هذا الموقف أنا أراه من وجهة نظر شخصية أنه موقف أيضا سلبي، لا بد على الحكومة أن تخرج أن تتحدث بشكل رسمي عن كافة الإشكاليات إذا ما وصلوا إلى طريق مسدود مع التحالف العربي. لكن الصمت سيولد أيضا إشكاليات، وكلما صمتت الحكومة كلما تضاعفت الإشكالية وكلما دفعت فاتورة أكبر من السابق. حينما يخرج وزيران ويقدمان استقالتهما بسبب لنفس الأسباب، وهي بسبب عدم عودة الرئيس، بسبب وضع عراقيل أمام الحكومة، وبسبب أسباب كثيرة عددها الوزير الصيادي. بالتالي نقول أنه لا بد من المكاشفة، لا بد من الصراحة، لا بد من وضع النقاط على الحروف، ويتم إيجاد حل لكافة المشكلات. وأنا أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون هناك إشكاليات، لكن من غير الطبيعي أن لا يتم الجلوس ومعالجة الأوضاع وتراكم الملفات تلو الملفات. بالتالي لا نستطيع أن نبدأ بأي قضية بسبب أن الملفات تراكمت والإشكاليات ازدادت وتضاعفت. أشكرك أستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا على الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور أحمد، سمعت ما تفضل به الأستاذ مختار، يعني هناك الكثير من المخاوف، حتى مأرب هناك مخاوف من العودة إليها، وهناك حاجة إلى تصحيح العلاقة كما يقول الأستاذ مختار ويقول وزراء في الحكومة مع التحالف العربي. كيف وجدت هذه التصريحات؟ إلى حد ما تصريحات جريئة مقارنة بتصريحات مسؤولين آخرين، لكن أعود وأقول أن جوهر المشكلة هو إدارة الملف السيء، إدارة الملف اليمني السيء بشكل عام من قبل التحالف، إدارة الأمنية العسكرية اللوجستية المعونات، الملف كله يعاني من خلل كبير. الآن تحول رئيس الجمهورية من شريك للتحالف إلى صيد ثمين في الرياض لتمرير خطط انتهازية للحصول على هذا الميناء أو تلك الجزيرة أو تلك المدينة. للأسف الشديد نحن ما زلنا بعقلية القبائل التي تغزو بعضها البعض كأيام الجاهلية، عندما ترى قبيلة ما قبيلة أخرى غادر فرسانها فتغزوها فجر اليوم الآخر. للأسف الشديد كنا نأمل أن تكون العقلية السياسية للتحالف أنضج من هكذا تصور وأنضج من هكذا منطق. نحن نعيش في القرن 21، في قرن الإنترنت الأشياء والتواصل الاجتماعي والشراكات الشعبية والمدن الذكية، ونمارس الانتهازية انتهازيات القرون الوسطى كما قلت وقبائل العرب أيام الجاهلية. نريد إصلاح العلاقة بين التحالف، لأن ما يجري لليمن ليس إهانة للرئيس هادي وليس إهانة فقط لرئيس الحكومة بن داغر، بينما هو إهانة للكبرياء الوطني اليمني ل 30 مليون إنسان يمني في الداخل، إهانة لحضارة عمرها 7000 سنة، إهانة للإنسان والأرض في اليمن أن يتم التعامل لمدة 4 سنوات بهذا الشكل المخزي مع اليمنيين الذين حولوا لنا اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الإنساني كما تصفها الأمم المتحدة، وهم كل همهم الآن الحصول على جزيرة هنا أو مدينة هناك أو ميناء هنا أو هناك. للأسف هناك ثمة علاقة مشوهة بين التحالف والشرعية سيكتبها التاريخ بحبر قاتم حقيقة، لأن هذه العلاقة إذا ما استمرت ستستمر الكارثة الإنسانية اليمنية وستستمر في أجيال اليمنيين وفي ذهنهم جيلا بعد جيل. هذه الانتهازية التي يمارسها التحالف الآن في اليمن
يستطيع أن يتوقف عنها ويستطيع إعادة الشرعية في أيام إن أراد أن يعيد الشرعية. الشرعية بقيادة الرئيس هادي على حد علمه لا تمانع من الشراكة الاقتصادية الشاملة مع السعودية والإمارات وأشقائنا في الخليج، لأننا في الأخير يجب أن نتكامل اقتصاديا وإنسانيا وثقافيا واجتماعيا لاستقرار هذا الإقليم. نحن مستهدفين كإقليم ولسنا مستهدفين كدولة أو دولتين. ما يجري في اليمن سينعكس آثاره السلبية على كل دول الإقليم، ولذلك يجب أن نتمتع بحصافة أكبر لنتعامل مع الملف اليمني كما قلت. طيب دعنا نذهب إلى فاصل قصير دكتور، بعده نستهدف الحوار مشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بضيفي من سكوتلندا عبر سكايب الأكاديمي والباحث دكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، الآن يعني هناك حراك ربما نخبوي إن صح التعبير، وكذلك حتى شعبي ضاغط على الرئيس هادي، على الأقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي نرى ذلك، يعني يرفض كثير من الأداء السلبي للشرعية. هناك من يطالب حتى بإيجاد رئيس توافقي آخر بخلاف الرئيس عبد الرب منصور هادي باعتبار أداؤه خلال هذه الفترة أداء سلبي على الأقل. كيف تراقب كل ذلك؟ لا بس الحراك الشعبي يجب أن يتواصل ويجب أن يضغط على الحكومة وعلى التحالف، أولا لإصلاح العلاقة بين التحالف والحكومة، وإذا لم تصلح العلاقة بين التحالف يجب أن يضغط على الحكومة اليمنية لتغيير طريقة أدائها وطريقة تعاملها مع التحالف. أما بالنسبة لتغيير الرئيس هادي نفس شخصيا، نحن يجب أن تتغير معطيات الأمور في الداخل والوعي الجمعي اليمني. أنا بوجهة نظري الشخصية لنرى مثلا الأزمة الليبية، الأزمة الليبية أكثر من عضو وصل إلى منصب رئيس المجلس الانتقالي هناك، أعتقد أكثر من 3 أشخاص أو 4 أو 5، لم يحلوا المشكلة بتغيير الأشخاص. هناك في ليبيا يحتاجون لتغيير الآلية، كما نحن في اليمن أيضا نريد لتغيير الآليات، نريد تصحيح العلاقة بالتحالف، نريد حكومة الشرعية أن تعود للبلد وتقوم على بأداء مهامها، تحصل على مواردها الذاتية وتبدأ العملية الاقتصادية بالدوران في البلد ليشعر الناس أن هناك دولة تتنامى. لكن ما حدث الآن هو إخفاء الحكومة اليمنية في السعودية وتشتيت ذهنها وإضعافها لدرجة كبيرة لا تستطيع من خلال ذلك أن تقوم بمهماتها. هنا جوهر المشكلة في اليمن وليس جوهر المشكلة شخص الرئيس هادي. الرئيس هادي اعتقد انه لم حتى الان لم يفرط بالتراب الوطني ولم يخن الشعب اليمني. الرئيس هادي تعرض لخيانه في الداخل وايضا من التحالف، ويجب ان نكون منصفين بالنسبه للرئيس هادي. صحيح ان هناك اداؤه عليه اسئله كثيره، تناوله للقضايا ببطء شديد، وعلى ذلك يجب الشعب اليمني ان يطالبه بشفافيه اكبر وبسرعه اتخاذ القرارات. لكن تغييره كشخص بدون انتخابات لن يعطي الملف اليمني إلا زوايا مظلمة ويذهب بنا لخلافات أكثر، وسيكون الخارج تحكما بالداخل اليمني يعني بشكل كبير. طيب يعني يبدو أن هناك نوع من الفخ أو المأزق الذي يقع فيه الشعب اليمني وفقا لهذه المعطيات، إذا كان ليس من هناك أو ليس من السهولة أو اليسر تغيير رئيس عبد الرب منصور هادي إلى وفق انتخابات، وهو
كما يقول كثيرون شريحة واسعة من الناس أداؤه سلبي في نهاية المطاف. ما هو الحل إذن وفق الواقع المتاح والمتاح أيضا دكتور أحمد؟ أعتقد أنه بعد تعيين المبعوث البريطاني الجديد مارتن غريف، أعتقد أننا بحاجة لحوار وطني موسع لا يضم فقط الحوثيين والشرعية، يضم كثير من منظمات المجتمع المدني وأعضاء من الحوار الوطني السابق، بحيث أننا ننتقل لمرحلة يعني أكثر شاملية لتمثيل القرار اليمني، نصل لإيقاف الحرب، نصل لحكومة وطنية وحدة وطنية، نصل لمرحلة انتقالية نمضي من خلالها نحو انتخابات. أما أن نلخص القضية في شخص ما، كما قلت لن نصل يعني بتغيير الرئيس، ستبقى الآليات وستبقى الأمور كما هي، سنأتي برئيس يعني أليس من المؤجل إلى حسم الأمور الدخول في حوار مرة أخرى الآن؟ أعتقد أننا الآن هو وقت الحوار الجاد، لأن الحوارات السابقة كانت تتم هي بين إيران والسعودية، نريد حوار يمني حقيقي، بمعنى أن هناك كوادر يمنية من كافة المنظمات المجتمع المدني تكون موجودة في الحوار. أما اختزالها فقط بين الحوثيين والرئيس هادي، قد أوصلنا لهذا الطريق، لم يستطيعوا تقديم رؤية وطنية شاملة لاستيعاب أو لحل حلحلة الأزمة اليمنية، ما زلنا في ذلك النفق المظلم، ونصر فقط على تغيير شخص الراعي للحوار وهو بن ولد الشيخ ثم البريطاني الآن وما إلى ذلك. لماذا لا نغير من أدوات الحوار نفسها؟ لماذا لا نغير من الناس الذين سيجلسون على طاولة الحوار؟ طيب هل يشمل ذلك من يستقوي أو من يذهب إلى تكوين ميليشيات مسلحة؟ يعني هناك حديث، أنت تذكرني بهذا الحديث حول الحوار بمطالب الكثير من المراكز البحثية حتى منها أوروبية وبريطانية، ربما تشاتام هاوس يتحدث عن ذلك، على أنه هناك ضرورة الآن إلى إشراك وتسليط الضوء بشكل أكبر على المجلس الانتقالي الجنوبي كفعل على الأرض في المحافظات الجنوبية، وربما إدخاله في أي أو حوارات تخص الشأن اليمني. أنا أتابع كثير مما يجري أو ما يدور في الكواليس حول الحوار اليمني. هناك التحالف يعمل على تسمين قوى معينة في الداخل ثم يقذف بها مثلا إلى الحوار. نحن يجب أن نظل، أعتقد أن الحل كان سيكون إصرار الحكومة اليمنية على تمثيل من ذهبوا للحوار الوطني. الحوار الوطني كان منها كان 600 شخص تقريبا أو أكثر، يجب أن نأتي بعشرة في المئة منهم هؤلاء، لا نريد نحن 600، نريد من كل حزب واحد أو اثنين أو ثلاثة، من كل نقابة واحد أو اثنين كما حدث مثلا في تونس، لا نريد هذا العدد الضخم 600 ليمثلوا حوارا وطنيا في هذه الفترة، ولكن نريد ذلك الحوار الوطني أو من مثل الحوار الوطني كان بإجماع الأمم المتحدة وكانوا يمثلون أكثر طوائف ومكونات المجتمع اليمني، فلماذا لا نعود حتى الحوثيين كانوا ممثلين في ذلك الحوار، فلماذا لا نعود لهيكل الحوار الوطني ونأخذ 10% منه ثم نمضي باتجاه حوار وطني شامل نتجه من خلاله نحو إيقاف الحرب ونحو انتخابات أو فترة انتقالية تقودنا لانفلاق سياسي حقيقي، بمعنى أن هناك انتخابات برلمانية ورئاسية. هل ما تطالب فيه دكتور؟ من رئيس توافقي لرئيس توافقي لن نخرج من هذا هل ما تطالبون فيه دكتور يعني يبنى على تراكم ما وصلت إليه الحالة اليمنية؟ نتحدث عن المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الدولية، أم أنه يصطدم معها وهو ما يبدو من خلال مواقف الحوثيين وأطراف أخرى أساسا من هذه القضايا عندما يتم الحديث عن أي مفاوضات مقبلة؟ الحوار الوطني ومكونات الحوار الوطني كانت تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتالي فهي شرعية من الناحية الدولية، ويجب لا أدري لماذا الحكومة اليمنية غفلت عن هذه النقطة. يجب أن تبني على الحوار الوطني، ما دام الحوثيين لا يوافقون على مخرجات الحوار الوطني نتوقف هنا، لكن تمثيل الحوار الوطني يبقى ركيزة أساسية، بمعنى أن هؤلاء الذين أتوا للحوار الوطني هم ممثلون فسيفساء الشعب اليمني بشكل عام، وبالتالي لا يجب تجاوز ذلك. أما أن نأتي بقوة ناتئة أو نشأت الآن نتوءات هنا في الشمال أو في الجنوب ثم نقذف بها فقط لأنها تمتلك أكثر عدد من أسنة الرماح في الوقت الحاضر،
لتمثل المجتمع، لا أحد انتخبها، ولا كانت منظمة مجتمع مدني، ولم تكن أحزابا سياسية، ولم تكن فاعلة في المجتمع. لكن هذا ما هي يقول الواقع، بالفعل صنعها الأجنبي. يعني هي تملك سلطة الأمر لا، الواقع، هي تملك ديفاكتو، هي تملك فعل على الأرض، يمكن أن يعني تحدث ضررا وتعرقل أي حوار وطني أو أي مفاوضات يمكن أن تصل إليها بقية الأطراف. ولكن ليس لن تكون تلك المصيبة إذا مثلا إذا شملنا في الحوار المجلس الانتقالي، ممثلين من المجلس الانتقالي، كم سيكون عدد المجلس الانتقالي؟ لا بس أن نأتي مثلا بالمجلس الانتقالي من المكونات، لا يوجد مانع بهذا، لكن ما أريد قوله هو ألا تختزل مصير الشعب اليمني الآن بين الحوثيين والشرعية. يجب أن تكون قضية وطنية واسعة، لأننا نتحدث الآن نحن عن مصير بلد بشكل عام، نحن نتحدث عن مفترق طرق لشعب لـ30 مليون يمني. يجب أن يكون هذا الشعب ممثلا بشكل حقيقي في حوار وطني يمثل تطلعاته ويضغط بشكل كبير، لأننا نتحدث بعد ذلك على أن هناك شعب يريد هذا الخيار ألف أو الخيار باء. لكن أن نختزله في فقط في علاقة في مكونين اثنين في الشرعية مثلا الآن والحوثيين، ثم نرى أن أطراف دولية تصطف مع الحوثيين لتعطيهم أكثر مساحات للمناورة وما إلى ذلك، على حساب مثلا على حساب تطلعات وأهداف الشعب اليمني الذي خرج في 2011 ثائرا على الوضع البائس في اليمن، فستكون كارثة. طيب الآن دكتور، يعني عندما نتحدث عن الممكن بالنسبة للحكومة الشرعية في مواجهة هذه يعني استمرار منع التحالف العربي أو قوة بداخل التحالف العربي للحكومة ولرئيس الدولة من العودة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد، ما هو الممكن لديهم من خلال أيضا مسألة مهمة وهي يعني الانطلاق من الشارع اليمني؟ كثيرون يقولون أن الحكومة لا تراعي مسألة الشارع اليمني بشكل كبير أو بالشكل الذي يتلائم مع اعتبار أنها حكومة في نهاية المطاف استفتت أو تم الاستفتاء على الرئيس عضرب أبو منصور هادي عندما صعد إلى السلطة وتسلم السلطة. أثرت نقطة هامة وهي تواصل الحكومة اليمنية مع الشعب اليمني تواصل ضعيف، الإعلام اليمني الرسمي حقيقة سيء، دعني أقول أنا أصنفه إعلام سيء بمعنى الكلمة. الأزمة عميقة وكبيرة، والتواصل بين الحكومة اليمنية والشعب اليمني تواصل مخجل وتواصل غير قادر لأن يبني أن يوصل رسالة الحكومة وأن يبني يعني شراكة مجتمعية في هذه الفترة. وأنا كنت قد أثرت هذه النقطة في أكثر من مرة، وقلت أن أداء الإعلام الرسمي الحكومي أداء ركيك لا يتناسب مع تحديات المرحلة. إذن الحكومة اليمنية بداية عليها أن تصحيح الخطاب الإعلامي والتواصل المباشر مع الشعب، نقل العلاقة الحقيقية أو بشفافية للشعب اليمني، علاقة التحالف بالحكومة. بدأ الناس يحسون أن الحكومة تموت تدريجيا، هنا المشكلة الآن. بدأ الناس يحسون في اليمن أن الحكومة تموت تدريجيا موتا سريريا بطيئا، تتخلى عن هذه المحافظة وبعد تلك المحافظة ثم تنسحب هنا وهنا وهناك. الآن يبدو لي أن هناك في شرط لإقالة وزير الداخلية، وقد لا أتفاجأ بأن نرى إقالة وزير الداخلية كما أقيل محافظ عدن سابقا وغيره من المسؤولين الذين وقفوا ضد همجية التحالف في الجنوب. وبالتالي الحكومة ما زالت تؤدي وظيفتها بشكل بائس إلى حد ما. وأنا أتفهم هذا البؤس بسبب أنها لم تستطيع الحصول على موارد، لكنها هي تسببت في الحقيقة بنفسها بهذه الورطة، هي طيب. تنازلت شيئا فشيئا فشيئا حتى وصلت إلى هذه المرحلة. في هذا السياق دعنا نشك معنا في الحوار دكتور أحمد المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزازي الذي انضم لنا عبر الهاتف من تعز. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. يعني هناك نقطة يثيرها كثيرون في سياق أيضا ما يتحدث به الدكتور أحمد، على أن تعامل يعني طرف خارجي وهو التحالف العربي مع الأوضاع في مأرب يختلف عن تعامله مع الأوضاع في عدن. إذن هل الإشكالية في التحالف أم هي إشكالية في الفاعل المحلي أو الإقليمي على الأرض برأيك؟ أعتقد أن الإشكالية مركبة،
الإشكالية تبدأ أولا من اللجنة الثلاثية ومن بداية العلاقة القائمة. الحكومة اليمنية لم تكن لديها خطة متوازنة منذ بدء عمليات التحالف لتنظيم علاقاتها مع حلفائها. يبدو أن هناك إشكالية مرتبطة أيضا بأداء الحكومة بشكل عام بتمكنها من العمل. هناك إشكالية في الشركاء المحليين الذين جرى إسناد العملية لهم سواء في محافظة حجر أو المحافظات الجنوبية حيث دفع طرفا محدد للسيطرة، وبالتالي أظل هذا الطرف يستخدم وكأنه هو الفاعل الوحيد وجندة الحكومة وتوارى في الخلف. وهذا إشكال يختلف كثيرا عن ما عرفناه عن حالات التدخل لتحرير بلدان ما حدث مثلا مع فرنسا في الحرب العالمية الثانية. فرنسا دولة كانت محتلة من الألمان بشكل عام وكانت هناك حكومة موالية للألمان، لكن بعد التحرير ضمنت بريطانيا والولايات المتحدة أن تكون فرنسا دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، أي أن السيادة الكاملة لفرنسا وربما كان ديغول أكثر تنقل. لكن هناك إشكالية قائمة ما بين الحكومة اليمنية ما بين رئاسة الحكومة والوزراء والصلاحيات وما بين حالة التوافق القائمة مع التحالف العربي، برغم أن هناك لجنة ثلاثية شكلت لعلاج هذه المسألة بالذات لكنها عمليا لم تعالج. هناك اختلاف في التعامل ما بين التعامل في محافظة نارب الجوف والمحافظة الشرقية وما بين آلية التعامل مع الحكومة في عدن، عدن العاصمة، ومع هذا الحكومة غير قادرة على التحرك بالشكل الكامل سوى وزير الداخلية الذي يبذل جهودا مشكورة وجهودا كبيرة جدا في إثبات فعالية الحكومة ووجودها في عدن. طيب أستاذ عبد الهادي، يعني الآن وفقا للمعطيات الحالية ولأداء الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ يعني توليه لزمام السلطة وتحديدا منذ الانقلاب ومن ثم عاصفة الحزم، برأيك ما الذي يمكن أن يحدث لتحدث نقطة أخرى أو مرحلة أخرى من انتقال اليمن إلى نقطة أخرى ومرحلة أخرى من الصراع كما حدث مثلا عندما أعلنت عاصفة الحزم؟ ما هي الأشياء التي يجب على اليمنيين انتظارها حتى يحدث تطور محوري في سياق علاقتهم وفي سياق ملف الأزمة اليمنية؟ أعتقد أن هذا الموضوع يحتاج أولا لمسة من الحكومة مع الأحزاب الداعمة للشرعية، الأحزاب الداعمة للشرعية وأيضا السكان أو الشعب اليمني في المناطق المحررة وغير المحررة. في المناطق المحررة عليهم الالتفاف حول الحكومة والضغط باتجاه تفعيل أدوات الحكومة سيطرتها على الإيرادات وهو الجانب الأهم، تمكنها المالي بشكل كامل وتمكنها أيضا من السيطرة على الذراعين الخشنين للدولة وهو الذراع الأمني والذراع العسكري. هذه الإشكالية الحقيقية التي تواجهها الحكومة باعتبار أن الحكومة عمل هو عمل سياسي وعمل عسكري في مثل هذا الظرف. الحكومة يجب أن تتولى المسألة العسكرية وتشرف عليها. مع الأسف الشديد منذ أن بدأت عاصفة الحزم كان يفترض أن نشاهد وزراء في الجبهات في المناطق المتقدمة في الإشراف على الخطوط في تفعيل الدولة وهيبتها في المناطق المحررة، لكننا نشهد جهود متواضعة من بعض المحافظين والأطراف المحلية في حين تغيب الحكومة. مع الأسف الشديد الحكومة تتعامل كأنها حكومة ناصر، ومع هذا إن كانت تواجه عراقي لماذا لا تكون واضحة بالتعامل مع الشعب اليمني؟ الآن الناس في هذا البلد، هذا بلد من المنطقة المدارية، شعبنا طويل مضطرب، هو أطالة الحرب أكثر مما يجب، كان مستنزف في إمكانياته والآن مستنزف أكثر. هناك حالة من الغلاء من التصاعد يشكر هذا الشعب الذي صمد لهذه الفترة وانتظر ولا زال ينتظر ولا زال على محافظا على ولائه للرئاسة والحكومة الشرعية، وهي الحكومة التي يجب أن تبقى لأن ما بني على هذا الأساس منذ عاصفة الحزم إلى اليوم هو أن التدخل من التحالف العربي كان بطلب هذه الحكومة أو هذه الرئاسة القائمة، وما بني عليها من قرارات مجلس الأمن وما تلاها من تطورات الأزمة منذ اندلاعها في سبتمبر 2014 إلى اليوم، تصاعدها
بهذا الشكل الكبير يفرض على المستوى الداخلي الحجاب على سلطة الرئيس عبد الرب المنصور هذه وهو الحكومة، ويفرض على التحالف العربي أيضا حتى نسق بهذه السلطة، لكن يجب أن تعطى قدر من الصلاحيات وأن تكون هي في الصدارة وأن تتحلى بالقسم كبير من مشكلتها. من السهل جدا حل الإشكال المالي متى ما أرادت الحكومة ذلك، من السهل جدا. هناك مؤسسات دولية، هناك مانحين، هناك أكثر من وسيلة يمكن أن تلجأ إليها الحكومة بالذات فيما يخص مسألة أشكرك أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من تعز، كما هو الشكر موصول للدكتور أحمد الدبعي ضيفنا عبر السكايب من اسكتلندا، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذه الحلقة دكتور، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزملاء منصور النقاش وأسامة القطيبي وجميع الأفراد في الطاقم الفني، إلى اللقاء.